يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وبارك فيكم، جاء في حديث الخلائق على أصابع الرحمن عدة روايات، بعضها ذكر ثلاثة أصابع وبعضها خمس وبعضها على ست، فما الوجه في الجمع بين ذلك؟ قد تذكر الأصابع كلها وقد يذكر بعضها، ذكر البعض لا يدل على أن ليس هناك غير هذا البعض، بل يجمع بالأدلة كلها. أما رواية الست هذه غير ثابتة، رواية الست غير ثابتة. نعم.